دكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحي الشامل. مساء الخير يا دكتورة رضوى. مساء النور. نقول ألف مبروك خلاص رسمي كده. الله يبارك فيك، شكرا. تمام، قولي لي يا دكتورة رضوى بقى، التشغيل التجريبي مرحلة تجريبية بنستفيد منها، بنشوف برضو المسألة ماشية إزاي علشان مع التشغيل الرسمي يبقى كل حاجة تبقى تمام. مع أول أيام التشغيل الرسمي إحنا بنعمل إيه اللي ابتدينا فيه فعليا في قصة حتى إباق المواطنين اللي ما تمش تسجيلهم على سبيل المثال؟ تمام، إحنا التشغيل التجريبي كان هدفه إن إحنا أولا نتعرف على إيه مميزات وعيوب السيستم الجديد اللي احنا عاملينه. احنا زي ما كنت وضحت قبل كده لحضراتكم، احنا نظام التأمين الصحي قايم ان احنا بنقسم الخدمة على اكتر من مستوى، وبيكون الانتقال من المستوى للاخر عن طريق منظومة الاحالة. فده كان محتاج مننا ان احنا الناس تتعرف على المنظومة دي. طيب معلش علشان برضو احنا حضرتك اعلام وتوعية عشان التفاصيل اللي مش كل الناس على علم بيها، نظام الاحالة ده معناه ايه وايه مردوده؟ اوكي، نظام الاحالة ده هو احنا مقسمين الخدمه لثلاث مستويات. المستوى الاول هي اسمها الرعايه الاوليه. تمام. الرعايه الاوليه دي اللي هي من خلال الوحده او المركز طول اللي في نطاق حضرتك الجغرافي. احنا مقسمين المستوى المحافظه على 35 وحده ومركز، اتفعل منهم لحد دلوقتي 24. كل وحده مصممه انها يكون تابع ليها 5000 اسره، كل مركز مصمم ان يكون تابع ليه 10000 اسره من نطاق التغطيه الجغرافي بتاعها. ايه هو بقى الرعايه الاوليه؟ الرعايه الاوليه دي فيها طبيب الاسره بتاع حضرتك، والملف العائلي بتاع حضرتك، ملف طب الاسره بتاع حضرتك. تمام. اي حد لا قدر الله بيتعب بيتوجه على طول للوحده اللي هو تابع ليها، اللي هي قدام بيته، جنب بيته، في الشارع اللي وراه، يعني هي اقرب مكان يقدر يتوجه لها على طول. بالظبط، بيروح يتوجه لطبيب الاسره. طبيب الاسره ده تخصص موجود في العالم كله. هو مش شرط الوحده اللي هو سجل نفسه فيها؟ لا، مش شرط يكون سجل نفسه فيها، لانه ممكن يكون سجل نفسه في الوحده اللي معدي جنبها مثلا، ان هو مروح من الشغل وهو طلب ان هو يتسكن على الوحده اللي جنب بيته. تمام. هو احنا كنا فاتحين التسجيل للمواطنين اللي هو ممكن يكون جنب شغله فسجل فيها، بس وقت ما هو بيدخل بياناته بيطلب ان انا عايز انا تابع للوحده الفلانيه وفقا لي محل سكن. عظيم. فهو بيروح تعبان مثلا، عنده دور برد او اي حاجه لا قدر الله، طبيب الاسره ده بيتم تاهيله، وهو عنده على علم كافي ان هو يقدر يتعامل مع 80% من الحالات اللي بتجي. تمام. تمام. هو دلوقتي اتشخص وفقا لل 80% دول، بيتم علاجه، بيصرف العلاج بتاعه من الوحده، وبعد كده بيجي يتابع حالته مع طبيب الاسره. لا قدر الله محتاج حاجه اضافيه من 20% الزياده، سواء تدخل جراحي او يتحجز في مستشفى، او محتاج طبيب استشاري على مستوى اعلى من العلم عشان يبقى فيه تشخيص تفصيلي، ساعتها بيحول للمستوى الاعلى اللي هو يا اما الثانوي اللي هي المستشفيات العامه، او المستوى التخصصي اللي هي مستشفيات تخصصيه زي مستشفى الرمد والنصر. كده حضرتك دخلتيني في نظام الاحاله. الاحاله لا، ده هو ده نظام الاحاله. بس هدفه ايه؟ ان احنا بدل ما كان يعني مصادر التمويل بتاعتي بتتقسم على كل دول، لا، انا بركز تمويلي وقواتي البشريه في الاول على الرعايه الاوليه اللي هي اسهل حاجه واقرب حاجه للمواطن، بحيث ان اللي محتاج فعلا يكون للليفل الاعلى، للليفل الاستشاري، او يتحجز في مستشفى هو يروح لها، بدل ما يكون في ضغط كبير قوي على المستشفيات. وزي ما حضرتك شايف هم عددهم بيبقى محدود، والسراير ما بتبقاش بالدرجه الكافيه، يعني احنا 7 مستشفيات مش زي 35 وحده ومركز. فهو ده بيحصل في كل العالم، ان في الاخر اللي هيروح للمستشفى ده اللي محتاج فعلا في حاجه دقيقه، في حاجه عاجله. دقيقه عاجله، محتاجه ليفل علم اعلى، محتاجه اجهزه اعلى من الموجوده في الوحده والمركز. تمام يا دكتور. بس فهو دي فكره منظومه الاحاله. فاحنا كنا حابين خلال التشغيل التجريبي نعرف الناس يعني ايه حاله اصلا، نعرف الناس انت مربوط على انهي وحده، الناس تتعرف على دكتور الاسره بتاعها، تبتدي تفتح السجل الطبي بتاعها وتسجل التاريخ المرضي عشان يتعرفوا معانا على المنظومه. فده كان تشغيل تجريبي. فكون ان احنا خلال التشغيل التجريبي الاقبال وصل ان 50% من الناس سجلت واحنا لسه ما فعلناش المنظومه بشكل كامل، فدي بالنسبه لي دي حاجه ايجابيه جدا، ويدل على وعي المواطنين ان هم عايزين يشوفوا ايه ده، عايزين يجربوا ده، وهم متشوقين لمنظومه جديده تقدم لهم الخدمه بشكل احسن.
في التشغيل بقى الرسمي والفعلي اللي احنا ابتديناه يا دكتوره رضوى، احنا كده هنكمل على الوحدات الصحيه اللي ما اشتغلناش عليها، هنكمل على ان المواطنين يعني يعني اللي ما سجلش يروح ويسجل نفسه عشان يبقى المنظومه اكتملت، تمام؟ ولا في حاجه تانية او ده بيحصل بالظبط؟ احنا خلال يعني احنا دلوقتي استعدادا للتشغيل الفعلي خلال الاسبوعين الماضيين بدات الوحدات والمراكز اولا تسجل ضمن هيئه الاعتماد والرقابه تبع رئاسه الجمهوريه عشان يبقى بنطبق القانون بشكل كامل، الناس يتم اعتمادها ويتنقل من وزاره الصحه والسكان تتنقل لهيئه الرعايه. فاحنا لحد دلوقتي اعتمدنا 12 وحده ومركز واعتمدنا 3 مستشفيات من اصل 7 وجاري اعتماد باقي الوحدات ومراكز المستشفيات، عشان كده احنا طبقنا القانون بشكل كامل ان في وحده بتقدم في هيئه بتقدم الخدمات وهيئه بتعتمد وبتسجل عشان الناس دي تبقى معتمده من قبل هيئه اعتماد والرقابه، والهيئه الثالثه هي اللي بتمول. فده اللي هو حاصل دلوقتي خلال فتره التشغيل الفعلي، ان انا مش هيبقى في كذا شكل لتقديم الخدمه زي الاول، نفقه دوله، تامين او اي شكل من الاشكال اللي كان موجود، احنا في الاخر هيبقى عندنا شكل واحد اللي هو من خلال هيئه الرعايه الصحيه ومن خلال منظومه التامين الصحي الشامل. الثلاث هيئات معلش مره ثانيه، لان في هيئه معنيه انها اللي هي تتابع وتراقب واللي هي معايير الجوده، انه مش كله هيدخل في المنظومه اللي هيستكمل الشروط والمواصفات، حال المستشفيات، الاطباء، البنيه التحتيه، ده اللي هيطبق او هيتاح لي انه يدخل المنظومه. بالظبط، هي هيئه الاعتماد والرقابه ووفقا لقانون رقم 2 لسنه 2018 هي تتبع رئاسه الجمهوريه مباشره وليها صفه، يعني هي ليها صفه خاصه ان هي ليها انها تفتش على الاماكن وانها تعتمد، يعني الاول تعتمد الاماكن وتسجلها اي المقدمه الخدمه الصحيه، وبعدين انها تراقب مستوى الجوده اللي بيقدم من خلال الاماكن تقديم الرعايه الصحيه. طيب احنا لو اتكلمنا في عنصر المستشفيات تحديدا دلوقتي، يعني المستشفيات اللي هي تابعه لوزاره الصحه او التعليم الجامعي، بالتاكيد هيبقى في شغل معني بتطويرها علشان تدخل المنظومه ويتم اعتمادها. الوضع بالنسبه للمستشفيات الخاصه. تمام، المستشفى الخاصه زيها زي اي مستشفى، هو حضرتك هم بيقدموا في الاول اجراء اسمه اجراء التسجيل، ان هم يسجلوا ضمن هيئه الاعتماد والرقابه. بعد اجراء التسجيل بيتم بقى ان هيئه الاعتماد والرقابه بتبعت لهم لجنه، اللجنه دي بتقيمهم وفقا للمعايير القوميه، وونس ان هو اتعمل لهم التقييم بتاعهم واتاشر عليهم ان هم تم اعتمادهم من قبل هيئه الاعتماد والرقابه، هم كده بينضموا للمنظومه وبيقدموا الخدمه من خلال منظومه التامين الصحي، والتسجيل بتاعهم ده بيعاد تقييمه كل 3 سنوات عشان برضه نتاكد ان الناس محافظه على مستواها، محافظه على ومحافظه على مستوى الجوده بتاعه الخدمه، ولو لا قدر الله هم كان في النص في اي تقصير باي شكل ما من اي جهه بتقدم خدمه، من حق اي مواطن هو بيقدم برضه شكاوى لهيئه الاعتماد والرقابه، عشان لو كترت على الجهه دي عدد معين من الانذارات بيتم استقصائها برضه من المنظومه. طيب هو مفترض احنا بنتكلم مرحله اولى فيها المحافظات اللي هي اسماعيليه، السويس، جنوب سيناء، الاقصر واسوان، بس احنا دلوقتي لسه بورسعيد، يعني لسه ما كملناش على باقي محافظات المرحله الاولى. احنا شغالين دلوقتي كان يعني في كل المحافظات الباقيه على التوازي. يعني في شغل في محافظات المرحله الاولى دلوقتي بيتم. احنا تسليط الضوء بس على بورسعيد. انا اول مره نعرف المعلومه دي الحقيقه، ان كل كان بورسعيد ففاكرين كل الشغل بورسعيد ولسه بدري على ان احنا ندخل على محافظه المرحله الاولى. احنا دلوقتي بقيه المحافظات بيتم الاستعداد من خلال طبعا اعداد البنيه التحتيه واعداد الكوادر الطبيه. نفس اللي عملناه في بورسعيد. بالظبط، بس هيبقى الموضوع اسهل باذن الله ان احنا خلاص احنا في تجربة عملنا الكتالوج بتاعنا هنشتغل عليه ازاي، فبالتالي هيتم تطبيق الكتالوج وخطوط الاستشاريه اللي عملناها دي على بقيه المحافظات. يعني معالي الوزيره كانت يوم الخميس بتمر على محافظه اسماعيليه، كان قبل كده تم الاجتماع بمديريات الشؤون الصحيه الخاصه بالمحافظات اللي حضرتك ذكرتيها عشان يبتدوا ياخدوا الاجراءات اللازمه، فاحنا ملتزمين بمراحل تطبيق القانون. بالعكس اعتقد ان بقيه المحافظات هتبقى اسرع في التنفيذ واسهل، لان احنا خلاص الصعب عدى، فباذن الله السهل يجي في بقيه المحافظات. كان في قرار تبعنا من رئيس الوزراء خاص ب يعني مين اللي الدوله هتتحمل العبء عنه في مصاريف او المقابل اللي هيدفع في التامين الصحي الشامل. هل دلوقتي بيحصل اي حاجه انه الناس يعني الناس اللي بتروح تسجل نفسها ده اللي عليهم بس، يعني مفيش مقابل، مفيش حاجه بتدفع دلوقتي خالص؟ لا، التسجيل مجاني، يعني ان احنا الناس تفتح وتروح تسجل وتفتح الملف العائلي دي عمليه مجانيه تماما، من ضمن البيانات اللي بيطلب منها من المواطن هي اسمها متوسط الدخل.
فهو لما هو يدخل متوسط الدخل بتاعه لو هو شايف ان هو من غير القادرين بيقدم ان هو انا بيدخل لي اقل من الحد الادنى للاجور، فبالتالي الاشتراك ده هيكون عبء مادي عليا، فبيكتب ان هو من الغير قادرين او حابب ان هو يصنف من الغير قادرين. بعد كده اللجنه المعنيه برئاسه هيئه التامين الصحي الشامل المسؤول عن التمويل هيتم فحصها وفق للمعايير اللي اصدرته مجلس الوزراء، عشان بعد كده هي اللجنه دي بس يعني اللجنه دي تشكيلها ايه؟ يعني اكيد مش الصحه بس يعني، لا لا يعني هيبقى فيها تضامن، يعني هيبقى فيه برضو جهات تانية. بالظبط يا فندم، التضامن ووزاره الماليه وهيئه التامين الصحي الشامل عشان نتاكد ان وفقا للمعايير اللي اعلنت ان المواطن ده غير قادر ويستحق الدعم، فبالتالي هو هيتعمل له ان الدوله هتتحمل عنه اشتراكه ومساهماته، يعني هو حتى المساهمات مش هيدفعها. وبرضو انا حابه ابرز حاجه مهمه قوي، ان احنا مش هيبقى بالنسبه له متعلم الكارت بتاعه ان هو ده غير قادر والمواطن اللي جنبه بيدفع اشتراك الكارت بتاعه مكتوب عليه ان هو قادر. يعني رفع الحرج طبعا. مفهوم. لا 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 مش هيبقى في يعني. آلية ده مختلفة للشغل عند هم في الآخر. بس أنا اسمعيني دكتورة رضوى، الغير قادر داخل بالكارت بتاعه اللي بيقدم له العلاج المستشفى الكلام ده، هي مش باين لهم حاجة يعني، لا إنه عشان سرية البيانات دي أهم حاجة. هو هيتعامل معاه كمواطن عادي تمام، مفيش أي حاجة، كله سواسية يعني. بالظبط، الوحيد اللي هو بيبقى عارف الموضوع ده هو المسؤول عن التمويل فقط، لكن الدكتور حتى اللي هيقدم له الخدمه غير مصرح ليه من خلال النظام الجديد ان يشوف البيانات الماليه حتى للمريض. عظيم، بشكرك دكتوره رضوى، ملف في منتهى الاهميه، واكيد هنرجع ونتابع مع حضرتك دايما اللي بيحصل في بورسعيد. وكمان عرفنا النهارده معلومه ان محافظات المرحله الاولى كمان بيتم تجهيزها، سواء كل اللي شفناه في بورسعيد وكلمنا فيه، مستشفى اللي فيها الأجهزة الطبية، تدريب الطواقم الطبية من أطباء، تمريض، كمان الإدارة، بنتكلم على كل ما ليه علاقة إن تكون المنظومة يعني يتم التعامل معاها وتطبيقها إن شاء الله بسهولة ويكون مردودها إيجابي على المواطن. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.